أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحيفة فرنسية تتحدث عن مواطن في صنعاء اصطف لمدة يومين في انتظار البنزين، وحين جاء دوره أغلقت المحطة. من موقع المسند، صورة طفل يمني يحرج ميليشيا الحوثي في جنيف. ومن الصحوة نت، الجيش يضبط شحنة بطاريات إطلاق صواريخ قبل وصولها لميليشيا الحوثي بساعات. أهلا بكم. تمكن محمد أبكر المهدلي من الهرب من أحد معتقلات مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، ناجيا بجسده الذي تعرض للتعذيب الوحشي من خلال الكي بآلات حديدية خلال فترة اعتقال دامت لأيام وفق رواية أحد أفراد أسرته، مؤكدا للمشاهد أن مسلحي جماعة الحوثي الذين زجوا به في السجن تناوبوا على تعذيبه بطريقة بشعة حتى كاد يفارق الحياة لولا تمكنه من الهرب. وفور وصول المهدلي إلى منزله الواقع في منطقة دير عبد ربه بمديرية القناوس شمالية مدينة الحديدة مطلع الأسبوع الجاري، صعقت أسرته بعد رؤية الأثار الناجمة عن التعذيب دون ذنب ارتكبه حتى يتعرض لهذه الوحشية الظاهرة على جسده النحيل. يؤكد أحد أفراد أسرته طلب عدم ذكر اسمه أن المهدلي وصل منهك القوى وهو على مشارف الموت، ويعد المهدلي واحدا من 121 مختطفا تعرضوا للتعذيب وفقا لبيانات رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا منذ العام 2016، موضحة أن عدد الذين توفوا تحت التعذيب 14 مختطفا. واختطف المهدلي مطلع سبتمبر من مدينة الحديدة التي تشهد مواجهات عسكرية متقطعة منذ يونيو بين الحكومة أو القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، أبرزها فوضى الانتقال تعزز مخاوف واشنطن من سيطرة الجماعات المتطرفة على الجنوب، وعنوان متصل لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، داعش استغل البيئة الأمنية الهشة في عدن والحكومة لا زالت في المنفى، وعنوان نائب الرئيس يبحث مع الحكومة جهود الحد من تدهور الريال. ومن العناوين أيضا، الحكومة ترفض التمديد للجنة الخبراء لانحيازها للميليشيا الانقلابية، وأمريكا تقول لدينا أدلة دامغة على دعم إيران للحوثيين. أخبرونا بربكم، ما نوع الثورة التي قمتم بها؟ تحت أي مسمى يكمن تصنيف خروجكم ذلك حتى يمكننا أن نقول عنكم أنكم أردتم أن تجربوا حظكم وأخطأتم الطريق وأن عليكم أن تعودوا إلى رشدكم قبل أن تنتهوا؟ هكذا تخاطب افتخار عبدو ميليشيا الحوثي التي أعلنت في مثل هذه الأيام قبل 4 سنوات أن لديها ثورة، وتضيف الكاتبة في مقال نشره يمن مونيتور. أين ذهب أولئك الذين كانوا يرفعون الشعارات بأن تسقط الجرعة ويقولون لا لمن يسرقون أموال الشعب؟ هل كنتم تعون معنى حديثكم ذاك؟ أم أنكم أردتم أن تحتلوا المكانة كي تنهبوا أموال الشعب وأبناءه وتسفكوا دماءه دون رادع لكم؟ في أي بيئة عشتم حتى أتيتم لنا متعطشين لسفك الدماء ونهب الأرواح؟ ما نوع الثقافة التي لقنتموها عن بقية البشرية حتى أتاكم هذا الحب العظيم لإثارة النعرات والمكائد؟ لم تخرجوا بجديد سوى المأساة، مآسين الناتجة عن ثورتكم التي تزعمون كثيرة لا حصر لها، بل إنها على عهد مع التزايد والارتفاع. لقد أتتنا الجرع مجتمعة ومتفرقة، إنها تنزل علينا كالسيل تذهب بنا إلى الهاوية. لقد ذهب أهلنا إلى الموت جمعا وفرادا، وأصبحنا نخشى على من يذهبون للصلاة لأنكم لم تحترموا حتى مساجد الله في أرضه. البطالة التي كانت تكافح حتى كادت أن تختفي هي اليوم مفردة أجنحتها على أغلبية أبناء الشعب، وأنتم ترون ذلك أمام أعينكم. هل كان توسيع رقعة البطالة في الشعب اليمني أحد أهداف ثورتكم تلك؟ وإلى لماذا تسعون جاهدين لتوسيعها ونمائها؟ لكأنها ابنتكم الصغيرة المدللة التي تخافون كثيراً عليها إذا ما قل وزنها. هل كان الحد من ظاهرة الغنى هدفاً لتلك الثورة؟ فعملتم جاهدين على إزالة هذا البلاء بنهب أموال من يمتلكون الأموال وبطرق جميلة،
عملتم على الحد منها كي تستريحوا قليلا من ضحكات الأطفال وأصوات الفرح وتنعموا بصوت البكاء والعويل، وتجدوا من يشكو لكم ضعف الحال والفاقة حتى تترفعوا عليهم وتطول أنوفكم أكثر مما هي عليه الآن. هل استرحتم الآن بعدما أوصلتمونا إلى هذه الحال؟ أم أن جشعكم يقول هل من مزيد؟ ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف كمية كبيرة من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وعنوان موقع الصحوانيت. الجيش يضبط بطاريات خاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وقال قائد كتيبة الحزام الأمني في المحافظة الرائد ناجي المحبوبي أنه تم ضبط أكثر من 30 كرتونا من البطاريات المزودة للصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة كانت على متن سيارة، وذكر أن البطاريات المضبوطة تستخدمها ميليشيا الحوثي في زيادة مدى الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من مداها الطبيعي. طفل يمني يحرج ميليشيا الحوثي في جنيف وفقا لما تداولته مواقع إخبارية عديدة، حيث قال موقع المسند للأنباء أن فضيحة أخرى تضاف إلى السجل الحافل بفضائح ميليشيا الحوثي التي تزهق أرواح اليمنيين وتدمر بيوتهم ثم تستغل معاناتهم عبر تسويق صور الدمار والدماء لتضليل الرأي العام. ففي حادثة غير مسبوقة داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان والمنظمة الأممية، عرض حوثيون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صورة أحد الأطفال وهو يبكي على أطلال منزله بعد أن قامت ميليشيا الحوثي الإيرانية بتفجيره في العام 2014 على أساس أنها لأحد ضحايا طيران التحالف العربي. لكن الصحفي والحقوقي همدان العلي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف كشف كذب وزيف الميليشيات الحوثية في تضليل المجتمع الدولي من خلال توضيح الكثير من الحقائق الدامغة التي تروج الميليشيات لما هو عكس ذلك. والطفل الذي استخدمت ميليشيا الحوثي صورته على أنه من ضحايا الطيران هو فراس الزبيري من مديرية أرحب، فجرت ميليشيا الحوثي منزله وتم التقاط الصورة بواسطة المصور الإعلامي نبيل الأزوري. وكانت منظمة اليونيسف قد منحت جائزة للمصور اليمني الذي التقط الصورة للطفل فراس واستخدمتها لاحقا في صفحاتها وحساباتها، إلا أن ذلك لم يمنع الحوثيين من استمرارهم في تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام. الشرق الأوسط لا يأخذ الصين على محمل الجد، تحت هذا العنوان كتب ستيفن كوك مقاله المعاد نشره في الشرق الأوسط. يبدو الصينيون أكثر اهتماماً بنزعة التجارة المربحة الانتهازية بأن يصبحوا حلالاً للمشاكل ومزوداً للأمن الإقليمي، وتعرض نظرة متفحصة في خطاب شي في تموز يوليو أو إعلان السياسة الصينية للعام 2016 حول الشرق الأوسط نقاشاً مفصلاً للحرفية الاقتصادية للدولة، لكنهما يقدمان الحد الأدنى مما يتصل بالسياسة والدبلوماسية أو الأمن في المنطقة. وبالتأمل في تصريحات هؤلاء المسؤولين يتضح أن الغزوة الصينية في هذه المجالات كانت فاترة في أحسن الأحوال، فقد أعلنوا دعمهم لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقاوموا الجهود الأمريكية لوقف صادرات النفط الإيراني، وأعلنوا معارضتهم للتطرف والإرهاب. وهناك منطق معين في وجوب أن تتدخل الصين بالنظر إلى حجم اعتماديتها على الهيدروكربونات من الشرق الأوسط في شؤون الأمن والسياسة في المنطقة، ولكن مع كل ذلك ما الذي فعله الصينيون حقاً؟ استضافوا وفوداً منخفضة المستوى نسبياً من الفلسطينيين والإسرائيليين في بكين في العام 2017، وكرروا دعمهم لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهي نقطة انطلاق محكوم عليها بالفشل مسبقاً. وأنشأت بكين قاعدة بحرية في جيبوتي في موقع استراتيجي عند باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن، وزارت سفنها الحربية بعض موانئ الشرق الأوسط. ويبدو أن إجابة بكين على محاربة التطرف هي جمع الإيغور العرقيين المسلمين في معسكرات إعادة التأهيل، وهي قضية ظلت حكومات الشرق الأوسط صامتة بشأنها. لا أحد في الشرق الأوسط يتوقع من الصينيين أن يكونوا مزوداً للأمن، فهذا ما تفعله الولايات المتحدة،
والصينيون سعداء جدا بالاستفادة من الوضع القائم. وبينما أظهرت واشنطن شهية أقل للتورط عسكريا في المنطقة، تطلعت دول الشرق الأوسط إلى موسكو أو أخذت على عاتقها مهمة تأمين مصالحها في سوريا واليمن. صحيفة العرب الجديد عنونت 5400 مريض بالسرطان مهددون بالموت في الحديدة. تقول العرب الجديد أن المخاطر المحدقة بمرضى السرطان في مدينة الحديدة تزداد مع شداد المعارك في مداخلها وقطع الطرقات ونقص الأدوية. مدير مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في الحديدة ياسر نور قال إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية الأخيرة في الحديدة ضاعفت من معاناة 5400 مريض بالسرطان، وتسببت في عدم وصول الكثير من المرضى إلى مراكز علاج الأورام في المدينة. وأكد نور للعرب الجديد أن عدد المرضى الذين يقصدون المركز في المتوسط 50 حالة يوميا من المدينة ومن المديريات الأخرى، إلا أن انقطاع الطريق بسبب المواجهات المسلحة في منطقة كيلو 16 تسبب في مضاعفة تكاليف أجور المواصلات بشكل كبير، ما جعل الكثير من المرضى غير قادرين على الوصول إلى المركز لتلقي العلاج. وأوضح بأن المركز يعاني من نقص كبير في عدة أصناف من الأدوية، ما قد يتسبب في توقف أعمال المركز كنتيجة طبيعية لغياب الدعم الحكومي، وهذا يعني الموت المحقق لعدد من المرضى. صحيفة الإكسبريس الفرنسية تتحدث عن الحياة اليومية لسكان صنعاء، منهم فهد عثمان وهو سائق سيارة أجرة، والذي قال أنه اصطف لمدة يومين للتزود بالوقود في محطة بنزين في صنعاء. تضيف الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس أن الرجل البالغ من العمر 35 عاما قال لوكالة فرانس بريس: ليس لدي خيار سوى الانتظار في ذلك الوقت، أعلنوا أنه لا يوجد المزيد من البنزين. مثله المئات من اليمنيين ينتظرون كل يوم في محطات الوقود في صنعاء، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة ولا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. أحمد الروضي وهو من سكان صنعاء قال مشيرا إلى محطة التجار: يستغلون الوضع من خلال تخزين البنزين لبيعه بسعر أعلى في السوق السوداء. ووفقا له فقد أغلقت المحطة ومالكها يدعي أنه ليس لديه المزيد من الوقود، وقال: يقولون أنهم لا يملكون البترول لكن خزاناتهم ممتلئة به. التغيير الشامل أو السقوط الشامل هو عنوان اختاره الكاتب الدكتور علي محمد فخر لمقاله المنشور في صحيفة الخليج، والذي كتب في أجزاء منه: هناك 3 مشاهد ممكنة في الحياة السياسية. الأول هو بقاء الأحوال السياسية على ما هي عليه دون تغيير أو تجديد أو مراجعة، عند ذاك ما يؤهلها لأن تتراجع إلى الوراء وتصبح حياة لا تطاق تؤدي إلى الغضب والانفجارات والفوضى. المشهد الثاني هو أن تجرى إصلاحات جزئية متناثرة ومتقطعة، وهذا الأسلوب يصلح للمجتمعات المستقرة وغير المهددة بأخطار خارجية أو داخلية كبرى. أما المشهد الثالث فهو أن تجرى تغيرات جذرية كبرى تختصر الأزمنة وتلاحقها وتقفز فوق القضايا الفرعية الهامشية إلى القضايا المفصلية المصيرية الكبرى، وهذا الأسلوب مطلوب عندما تواجه الأمم والمجتمعات أزمات هائلة تهدد وجودها أو استقرارها الحياتي. لنطرح السؤال التالي: ما نوع الوضع الوجودي الحالي الذي تعيشه الأمة العربية بكل مكوناتها ويعيشه الوطن العربي من أقصى مغربه إلى أقصى مشرقه؟ الجواب بالطبع هو وضع مواجهة الأخطار الوجودية الكبرى الخارجية والداخلية المتعاظمة يومياً المهددة للأمن والاستقلال والاقتصاد والثقافة في كل بلاد العرب، وبالتالي القادرة إن لم تواجه وتدارك على شلل الإرادة والتعود على الاستسلام دون مقاومة. إزاء هذا المشهد المفجع، هل هناك شك بأننا نحن العرب، جميع العرب، أمام المشهد السياسي الثالث والحاجة الملحة لتبني الأساليب التغييرية الجذرية الشاملة لمواجهته؟ من يقرأ التاريخ يعلم جيداً بأن الأزمات الكبرى في حياة الأمم لا تنقشع إلا من خلال تغيرات فكرية وسلوكية وتنظيمية كبرى تطال السياسة والاقتصاد والاجتماع، لكن على الأخص تطال الثقافة، وهذه هي معركة الشعوب العربية الحتمية القادمة.
قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب إن تنظيمي القاعدة والدولة يستغلان الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية والحوثيين للتوسع. وأفاد التقرير أن الحكومة اليمنية تعاونت مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب، ومع ذلك بسبب عدم الاستقرار والعنف في اليمن لا تستطيع الحكومة اليمنية إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال. وأوضح تقرير الخارجية أنه لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يمنح القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة في اليمن مساحة أكبر للعمل. أشار التقرير إلى أن مكاسب مكافحة الإرهاب في 2017 تتمثل في استهداف العديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة وقللت من تحركاتهم. قال التقرير في السنوات الماضية لعب خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية دورا حاسما في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية المواجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقرا لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة. لا يزال الساحل الجنوبي الأوسط معرضا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى. ألقت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي القبض على رجل، كما أورد موقع شبكة البي بي سي، بتهمة حبس أخته لمدة عامين وعذبها بصورة وحشية. أضاف الموقع أن الشرطة ومسؤولون من لجنة دلهي للنساء اقتحموا منزله وأنقذوا المرأة. وقالت مصادر مسؤولة أن المرأة التي لم تحدد هويتها بعد كانت في حالة مزرية، إذ وجدت شديدة الهزال وتتضور جوعا لدرجة أنها لم تستطع المشي أو التحدث أو حتى تمييز الأشخاص. وقالت رئيسة لجنة دلهي للنساء أن المرأة تبلغ من العمر 50 عاما، لكنها تبدو وكأنها في 90 من عمرها. وقد تحركت لجنة دلهي للنساء بغية إنقاذ المرأة بعد أن اشتكى أحد الجيران، لكن أخاها وزوجته لم يسمح لهم ولا للشرطة بالدخول، لكن الشرطة قفزت إلى الشرفة عبر المنزل المجاور ووجدت المرأة في حالة سيئة للغاية. واعتقلت الشرطة بعد ذلك الرجل بتهمة التعذيب، كما اعتقلوا زوجته بتهمة الاشتراك في الجريمة. الكثير من الصور الجذابة التقطتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، ونحن بدورنا نقلنا لكم بعضا منها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم ويختزلون عبر الريشة أحداثا في معظمها لم تكن لتصل لولا رسوماتهم. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. بهذه المجموعة من الصحف والصور نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم يوم السبت بإذن الله. إلى اللقاء.